هدول طمني عنك تركي. شوفتكن هلا صرت احسن معلم، والا انا مليان وصاخيل عن هالحالي رطيت على الزباله. تركنا هلا من الزباله، طمني على رجلك. تقوصت قبل هالمره كمان، وقت قوصني المرحوم سيفه، بس هي اول مره بوقع فيها بحاويه زباله. حسني خد السيد تركي على المشفى. تحت امرك معلم. بالأول يغسلوه بعدين يعملوا له عملية، وإلا بيصير معه جراب. الله لا يقدر، بموت أحسن لي. سندني منيح. اتصل بيشار قل له داهموا المحل تبعنا. قلت تاني أنا ما قلت لك ما تتصلي إذا ما في شيء كتير مهم؟ ماشي لا تنقي، قولي شو فيه. لا تضلي تقولي علوش. معلم أخذوا علي مماتي على المشفى. أنت روح مع تركي، خير شو فيه؟ قال عم يضل عم يبكي. هذا الولد طبعه مثل البنت، ما بعرف شو قصته. ايه بماتي انت لازم تروح تشوف ابنك. انا اسف معلم، قلت بنت بالغلط، بنتك ما عم تطلع من بالي معلم. وانا ما عم تطلع من بالي يا بماتي. الهان مراد قتل جماعتنا مو هيك؟ لا ما قتلون آغا. كتير منيح، معناتها روح انت قتلون. الأغبياء اللي ما بيقدروا يحافظوا على زلمي عندهم ما بيلزموني. تأمر أمر آغا. الهان انت خبرت رسهم بالمحل؟ لا آغا، بس هو بيعرف محلات المستودعات تبعنا. إذا ما كانوا قتلوا رسهم لسه انت بتقتلوا. بس بدون السيد رستو رح نتعذب كتير بالجمارك. الهان اذا ما بدنا نقدر نشتغل بدون رستم نحن ليش عايشين؟ اسمعني منيح اخي، بالاول بدكم تغسلوني بعدين تعملوا عمليه، ما قالوا لكم هالشي؟ لا تسعفوا واحد جربان، اوعها بالاول بتنظفوني منيح. ليش عم تبكي يا ابني؟ مو عيب؟ تعال اشوف. هوبا، ما بتقول أبي مشغول ومانو فاضيلي؟ ها؟ قال شغل قال، أنت روح ركض ورا رجل تركي المجنون. علوش، صار لازم نطهره أخي. طهر شو؟ قال لهيك عم يبكي، الولد ما عم يحسن يعمله، قال مسكرين المجاري البولية. طيب وليش بعتوا لي؟ كنتوا عملوها دغري. حسني، بعت لي ورا الجراح. ما بيصير هذا الحكي، لأنه هالولد يتيم، بدك تعملها بدون حفلة معقولة؟ نا رح تجيبي لي اخرتي بالنق تبعك. علوش شو بدك تصير رجال؟ ها؟ وينهم هدول التافين؟ ليكن اجوا. تعال لشوف يا الهان. مو هون قوص معلمك على تركي؟
ماشي، بتقله لمعلمك يا شار من هاللحظة وطالع إياي خطي خطوة واحدة تجاه رجالي. إن شاء الله صحة. ها هاي إجا المعلم. جيت بدون موعد، بتمنى ما أكون عطلتكن عن شغلكن. لو أعطيني خبر ما خليتك تنتظر. عمران الله يخليه قام بالواجب وأكثر. أستغفر الله، بتشرفنا بكل وقت. معلم شو رأيكم فنجان قهوة؟ ايه ما في مانع. شو شلونك زلفو؟ سمعت انه صاروا بينادوا لك عبد الحي. مزبوط سيد أرسوي، مانك متغير كتير. ختيرنا شوي، بس انت متغير كتير ومنيح هيك، صاير مثل النمر. كلك ذوق. تفضل ارتاح. شو هو أنسة بيري؟ ما عم نشوفك بهالشغل صديقي عمران. السيد ميماتي جوا؟ لا مانو هون. الحقيقة إذا شرحت للسيد مراد بيكون أحسن. بس هلأ في عنده ضيف لمعلم. بنتي شو جاية تعملي هون؟ إذا بتناديلي بيري بيكون أحسن. ليش إجيتي؟ في شغلات بتتعلق بالشغل لازم استشيركم فيها. استشيري أبوكي ست بيريهان، هو كمان شريكنا. هذا المحل بالنسبة إليك يمكن بارد شوي. ولا يهمك، ما رح أخذ من وقتك غير دقيقتين. بيريهان يلا حبيبتي يلا يلا، روحي لعند بابا ممدوح وهنيك اهتمي بالشغل، ولا بقى تجي لهون كل ما بدك تحكي شغلة. إذا بدك تقولي لي شيء إلي أنا بمر عليك يوم التنين. عمران وصل الأخت بيري على الباب. تفضلي. مساء الخير. يمكن بتعرفوا لبيماتي. بسمع فيه. الحقيقة الشباب حكولي عنكم كأنكم أسطورة. لا يحرمنا من هالشباب، مين مكانوا هالشباب. كيف بقدر ساعدك سيد إرسوي؟ خير في شي؟ أربعة من الزملاء عنا آخر شي أخدوك بالسيارة تبعهم وبعدين ما عادوا بينوا. جاي اسأل إذا عندك أي معلومات عنهم. مين هدول؟ بدهم يكونوا المرافقة تبع ضيفنا. ومين الضيف تبعكم؟ أنسة بيري، عم تحاولي تسحبي مني حكي بجمالك الأخاز بعرف، بس الفضول ما أنه منيح أبدا بالعالم اللي تحت الأرض. مع ذلك أنا رح خبرك بشي، ضيفنا زلمة أكابري ومحترم كتير، يعني رجل دولة حقيقي. قتلت لك يا هون. السبب؟ لأنه نقلل احترام. حلال عليك، يسلموا ايديك. أنا ما بقبل باللي بقلل احترام. لو كنت عرفت بهذا الشيء، لو ما أنت يلي قتلتهم أنا كنت قتلتهم. بعد ما تعرفنا على حضرتك وحكينا معك ما عم بقدر افهم ليش هالجماعة كانوا قليلين احترام معنا. الرجال الجاهل مثل ما بيتصرف معك بيتصرف معي سيد ميماتي. ما علينا، انا جاي لهون احكي بالشغل مو لا احكي بهذا الموضوع. تفضل عم نسمع. تعرفوا كانوا الشباب عم يشتغلوا بالدخان المهرب تحت ايدي. السبب
انت كمان كنت عم تدير تشكيل، بس احيانا تضطر لمصدر دخل مشان التشكيل، ونحن كوننا ميزانية مستورة لإلنا. بس الزلمي تبعكم شرف زازا أوغلو دخل على القطاع تبعنا وضربنا وخسرنا كتير بسببه. في عندي رجاء عوضولنا هاي الخسارة تبعنا. وقديش هاي الخسارة؟ مع عقوبتها 25 مليون دولار. المصاري مو مشكلة، إذا زازا غلط بالشغل تبعه فبيكون علي تصحيح هذا الغلط قبل الكل. ايه والله، بعد ما يجيب زازا المصاري تبعنا قولوله، وهذا الحكي قلو لغيره طبعا، شغل الدخان وشغل المازوت وشغل المخدرات وكل شي هيك، ما رح شوف حدا منهم عم يشتغل فيه. حسب ما عرفت انكن عم تشتغلوا بالخشب. أنا ما عندي مانع أنكم تشتغلوا بشغل يجيب أرباح كبيرة. قلت لي إنك جاي بموضوع تجاري وفرضت علينا عقوبة، عم تفرض خوة. أنا يلي بعرفه إن التجارة ما بتصير هيك، يا أما بتفرض عقوبة أو بتفرض قواعد. لريحك أنا ما عم أطلب شي مشاني. هاي المصاري إلو حق فيها اليتيم اللي لسه ما كبر. دقيقة، عم تبيعوا سجاير تهريب وعم تسرقوا من الدولة، ولا بلا ما نسميها سرقة، عم تعملوا يلي بدكن ياه وبتصرفوا على أولاد الناس اللي بتعدموهم؟ أنا أجيت بنية طيبة وحابب أن أصلح الأمور، وعطيتك رقم رمزي وصغير لحتى ما ألمسك ولا ألمس زازا. شكلك بتنسى يلي بتقوله. فرضت علينا نحن كمان أنه ما نشتغل شغل تاني. عم أعطي الكل فرصة ليضلوا عايشين، الكل بيعرفوا قديشني كريم. فعلا انت زلمي كريم، تعطيني روحك هلأ إذا بطلب منك، ما هيك؟ نحن ما تفاهمنا أنا وياك، أحسن شي نحكي من الأول. أنا رجالي مفقودين، انت يلي قتلتهم؟ أنا يلي قتلتهم. منيح، معناتها أنا رح أقتل رجالك وآخذ بالتار. مقابيل 4 من رجالي، بدي 2 من عندك، عبد الحي ومماتي، اعطيني اياهن ومنروح متصالحين. يلا خلينا نروح. كأني ما كنت عم احكي معك. وقت اللي أنا بسأل سؤال بطلب جوابه من اللي سألته يا. أنت من شوي قلت الزلم الجاهل جاهل بكل محل. يا سيدي كلامك مزبوط، أنا ما بحكي مع الجاهل مشان ما يضيع كلامي. أنت هلأ دايس بساطي وشربت قهوتي فرح سامحك، وإذا بشوفك بعدين قدامي لأني قتلت رجالك الوسخين عيونك تنتين بقلعون. رح تضل تشوفني كل يوم منامك ولشوف إذا حتقلع لي شي. استغفر الله. انت بتشرفنا دائما وإلك اخ هون بكل وقت. بابي مفتوح إلك دائما يا ابن النمر الاصيل. بأي مدرسة بيعلموا هدول التافهين انه يحكوا مع الناس هيك؟ معلم خليني اوصو هو نازل على الدرج. الزلمة معه سيارتين مليانين رجال، وين بدك توصو؟ يا الله قديش هالزلمة واحد مهذب واكابر، ان شاء الله منشتغل معه دائما وتكون فاتحة خير علينا. طب من اوصله رجاله كمان الشغلة رح تكبر. شو عم تقول انت؟
السيد الأكابر تبعك إجا طلب راسي وراس عبد الحي. مو معقول ابني، هذا الزلم معلمه لهداك السافل يلي أهانه للمعلم مراد، شو بدك أكتر من هيك؟ واحد ندل. أنا أجدب لأني احترمته. معلم تسمح لي روح صلح غلطتي فيه؟ نحن يلي لازم نوصل هالزلمة. حبيبي أنا عندي هون ما في إسعاف، ليش جيتوا أنت هيك؟ أغا إذا بدك تقتلني ليش لروح على المستشفى على الفاضي؟ لو تعرف قديش بحبك يا إلهان، على القليلة أنت بتعرفني منيح. إلهان لا تزعل مني، يمكن أنت توجعت شوي، بس معلمك دخل على اسطنبول 50 كيلو كوكايين. وإمتى عملت هالشغلة يا أغا؟ حبيبي أنا شو إلي شغل مع مراد لحط راسي براسه؟ أنا زلمة تبع تجارة، الزلمة كان فوق راسنا، نحن لهنا لنشتغل شغلنا، والمسكين كان عم يفكر إنه عم ينتقم منا. يلا قوم على المستشفى. أي مستشفى أغا؟ أنا بس سمعت هالحكي خلص صعيد. إيه وإنتوا شو قلتوا له؟ قلنا له قليل، لازم تطلب من زازا 50. ايه لانه الخال زازا البنك المركزي، ما هيك سيد ميماتي؟ حتى هيك قليل. شو بتعمل 25 قدام صديقين لقلنا؟ علاك شو طالع يجمع صدقة هذا الشحات؟ القصة مو قصة مصاري وبس، الزلمة عم بيقول لازم تطلعوا من الشغل. كان اسكندر يكرهه لهذا إرصوي وما يطيقه. في مرة سألته إذا مضايقك كل هالقد هذا الزلمة ليش أنت ما بتضايقه وبتخلص من هالقصة؟ قال لي بعدته على الجبل حتى يقوصونيك ويخلصوا عليه، وفي بالجبل 9 مناصمات والتسعة ما حسنت تقتله. هل عتيم الضمير واحد بتسع رواح؟ هيك قال لي. اليوم حظنا نوقع مع الناس اللي بلا ضمير، واحد شفناه شخصي والتاني عم نسمع اسمه من زهزة. معلم مشكلة هذا الزلم المصاري، دخلته بهيك مبلغ كبير من شان يكبر السعر بعدين. ليش هن يا ترى كم شخص؟ مين هو هذا أرصوي لحتى نخاف منه؟ أخي استخف بكل الناس بس بهاد لا. قديش طلعت روحك غالي عليك؟ ماشي أوصني إلي. صح ميماتي، هدول كم شخص بيطلعوا؟ وقد ما كانوا منفجرهم ومنخلص منهم. خلينا نطول بالنا، ما بصير نفجر هلأ، لازم نخلص عليهم بدون صوت. عبد الحي انت دور عليهم وخبر ألبير خلي يجي بكرة. عجيب معلم، مو انت قلت موظف دولة ما بصير نقوصه؟ مع انه كان هالشي بيناسبني كتير. طبعا لازم نقتله، ما احسن ما نموت نحنا يا ميماتي بسبب سحبتين سيجارة. قوم جوهر، البل بلش يوصل لدقلنا. بالمناسبة عرفت لك وين عم يصمد عزة مصاري، عم يعمل مضاربة بالأسهم معادة تبع البورصة اللي اسمه حرب. سلام خالي. ليش بقي سلام؟ صارت الساحة كلها ساحة حرب، مع اني ما بحب السلام. لو في سلام بخاطركن. شو خالي زازا قال دخلت البورصة؟ عندك فرصة كبيرة تربح والدوبل كل شي، انا من سنين بهي الشغلة. وقديش فرصك يا ترى لتحكي؟ الو ايه ماشي طبعا معك. ايه تكرم تحت امرك. ترك المصاري عندي وراح. حلو يتركها، انت لازم تربحوا على مصاري كتير، ربحوا حتى يصير يجيب لك مصاري اكثر. بس عفوا انا ما بعرف اتفاهم مع زازا، زلمة غريب كتير. برأيك بتلاقي كل هالمصاري مع واحد مانو غريب؟ الانسان الطبيعي بيقدر يعمل شي بهالحياة يا سلام.
مو هو اللي اجا وسرق لك شغلك؟ ليش عم تتركه واقف على رجلي؟ انت سبق وتفرجت على مصارعات الكلاب؟ لا ما تفرجت. كلاب المصارعة طبعا صعب وما بتقدر تمضي اكتر من دقيقتين معه. لما بتوصل الشغلة للمصارعة تبعهم بتصير غير، ترعاها وبتدير بالك عليها مثل عينك. وقت كنت بعدني ولد صغير كنت ارعى الكلاب اللي ما حدا كان يحب انه يطلع عليهم، كنت طعميهم. ولما اولاد الضيعة الكبار يجوا بدهم يتقوى علي ويقتلوني خلي الكلاب تبعي يهجموا عليهم. ومثل ما قلت لك بعد ما يجيب لك زازا كل مصاري لهون ليستثمرهم رح تجيك مصاري مراد على مدار كمان عن طريقه. لك ميماتي نسيت اسألك، شو كان صاير مع علوش؟ معلم وانا كمان نسيت خبرك. قال في مشكلة بالمسالك البولية وقالوا لنا لازم نطهره. شو حلو كتير، ابنك رح يصير رجال على بكير. وامتى رح تعملوا له اياها؟ لو كانت الشغلة برأيي كنت عملت له اياها دغري، بس اختي جولدان المجنونة اصرت انه ما بيصير بلا حفلة طهور. اختك معها حق بهذا الشي، بس شو رأيك نعملها بين بعضنا بلا ما يسمعوا الناس وبلا ما تصير مشاكل؟ شوف كيف حظ هالولد، لولا الظروف يلي عم نمر فيها كنت بعمل له أكبر حفلة طهور بتركيا. بكرة بنعمل له حفلة كبيرة بعرسه. هلا أنت ما مليت من طريقة هالحكي مثل جماعة المافيا؟ عبد أنا ما بحكي هيك من شاني، بدي أعمل حفلة حتى مبين إنه نحنا ما انهزمنا. معلم شو رأيك نعمل الحفلة بالصيف؟ يعني بالهواء الطلق بنعمل مولد، وبعد ما البابا عمر بيعمل المولد بنعمل حفلة عشاء عرمرم. هيك بدك تعمل بعرسك يا عمران؟ الله يقدرنا معلم. خير إن شاء الله. مرحبا سيد عزت. مرحبا بك، تفضل. طمني عنك، كيفك؟ منيح والحمد لله. ما فهمت كيف يعني منيح؟ بحكم العادة صحتنا منيحة. يعني صحتك منيحة حاليا؟ شو صاير يا سيد أرصوي؟ سيد عزت، سمعت انك داهمت مطبعة الشباب تبعنا. انا ما بعمل هيك شغلات صغيرة. صحيح ما عملتها بس بعدتهم يعملوها. ما بعتت حدا يعملها طول هالوقت، ليش هلأ لأبعت يعملوها؟ لانك دخلت شراكة مع ناس ثانيين. انا شريكي واحد ما غيره، اذا بتقصد زازا فهذا مانو شريكي ابدا. يعني اسوأ، يعني بيجي الاجير تبعك وبيداهم المطبعة تبعي. انت ما بتعرفني ابدا يا سيد عزت. امبلا انا بعرفك كتير منيح. ايه بس واضح انك انت يلي نسيتني. انت مالك عندي اي شغل تحكي معي فيه، اذا مصر تحكي معي بالشغل بتحكي فيه مع شريكي وانت بتعرفه كتير منيح، ما هيك؟ شهميران بيعرف يا ترى انك عم تشتغل مع زازا؟ واضح انك كمان مانك فهمان علاقتي منيح مع شهميران. إذا علاقتي مع شهميران منشان التجارة وبس، بعملها مع الشرطة وبعملها كمان مع الجيش وبعملها كمان مع حرس الطرقات. إيه بس أنا ما بشتغل بأمر حدا. ما عاد رح تشتغل إلا بأمر حدا، وإلا ما رح خليك تبيع باكيت وحدي. وهي كمان مو مشكلتي، هي ما بتقلي إياها إلي، بتقولها لشهميران. اتصل بشهميران واعطيني اياه. بعدك فهمان غلط، انا ماني ساعي عندك. قول للي تحت ايدك هن بيتصلوا لك فيه عن اذنك.
اتصلوا لي هلا بشاه ميران. حاضر سيدي. معناتها يا رفيقة بعد هالغيبة اشتقتي لرئيسك ما هيك؟ اشتقت لكم سيدي الرئيس. وشو جبتيلي من المدينة الكبيرة يا ترى؟ اخلاصي سيدي. اها معناتها جبتيلي اغلى شي عندك. سيدي الرئيس، صاحب الاسم الحركي شاب طالب انه يحكي معكم ضروري. رفيقة زوزان، تقريرك باخده منك المرة الجاية، تفضلي. شو خير؟ كأنك عم تتصل لتبلغني انه الجمهورية التركية رح تعمل عملية ضدنا؟ لا مو الجمهورية، انا رح اعملها. تفضل تعال، عم نستنى. منشربك عنا فنجان قهوة مرة. انا لهلا بشرب قهوة تركية، بس انت بالمكان عندك ما في غير قهوة من هدول تبعات اللي بيطولوا سوالفهم. في 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 عنا كل انواع القهوة، حتى في حليب بودرة امريكي. اذا اجى على بالك بضيفك منه. شاه ميران، نحن شلون اتفقنا معك على شغل الدخان؟ هلا لا تلف وتدور علي، اللي في شي مشكلة؟ عزت تبعك خبصة وتشارك مع ناس مو لازمين. وانا شو دخلني؟ طالما انه عم يدفع لي تمن البضاعة اللي عم ببعتها لعنده. عم يبعت لك المصاري تبعي؟ عزت اللي شايفه اكبر تعلم. يعني انا يا دوب اني عم حصل مصاري، ماني فاضي للمصاري تبعك. داخل شراكة مع مراد على مدار. حلو كتير، هذا عميل، ودائما العميل عنده نقطة ضعف، وبيكون عزت استخدم نقطة ضعفه. شاه ميران، يكون بعلمك عزت عم يغلط معي، رح امحي من الدفتر. ما بتقدر تمحي عزت شو ما عملت، هذا مثل قلم الضابط، اذا بتكتب فيه مرة ما بقى ينمحى ابدا. اذا بدك تفرض عليه عقوبة انا ما بتدخل، بس ما رح اسمح ابدا باي شيء بيأثر على الشغل تبعي. عراب شو يا جلدانة؟ وشلون الحلاق بده يعمل له اياها؟ الجراح بيعملها. لا مستحيل، ما بيصير الطهور من دون العراب. ليك اصلا بالزور وافقت انه نعملها بالمشفى، بس ما بقبل بحفلة بدون عراب. اختي يلي حابة تعمليه فيك تعمليه مع ابنك. اخي مو مهم ابني، ابني عنده ام واب، بس ابن اخي علوش ما عنده ام. الولد اخي رح يتفرج بكرة على الصور تبعه لما يكبر، معقولة ما يكون في بايده ساعة وما ينكتب عليها الف مبروك وما يكون العراب تبعه حامله؟ حسني انت عن جد مجنون، كيف عم تقدر تتحمل هالنقاقة؟ صوت جولدانتي على ادني احلى من احلى غنية. منيح، روح اسمع غنيتك خلصني. بدي الليلة رح ينام عندكم. ليش في شي اخي؟ لا شو بده يكون؟ بس ليش بده ينام عنا؟ الولد مريض بده يبكي طول الليل، انا شلون رح اعرف كيف سكته؟ اهلا وسهلا، اصلا علوش بيحب بيتنا كتير مو هيك؟ حاجة تدلعي مثل البنات، عم ربيك الشبر بندر لحتى يطلع رجال. حسني خود الجماعة على البيت. تأمر أمر معلم. حسني رح أبعت الشباب تبعنا رح يوقفوا حوالين البيت. علوش تعال عند عمك تعال. أوبا. لك دب كل الفائدة فيها، لا تروحها. ما بحبها. ما بحبها يعني أنا اللي بحب البقدونس؟ بلع. مو طيبة. ما قلت لي ليش بعت وراك؟ لأنه بيعرف إنه إلي علاقة بهالشغلة. وشو حكى معك؟ عم بيقول ما رح يسمح لكم تبيعوا السيجارة. الله الله، وانت شو قلت له؟ شفتك خالي وقلت لازم بوس ايدك. تسلم ابن اختي.
شو اللي بإيدك؟ كستنا خالي. حطه ايه، وشلون الشغل؟ معيتك الحمد لله خال. يلا امشي، شو عم تحرس كيس الكستنة؟ يلا روح. يلا تأمر خالي. جوهر، مين هذا الصبي؟ مو في هذا تبعك؟ اي واحد يعني؟ تبعنا اللي طعمانا. يعني هذا تبع بكر هداك. مظبوط خالي. ايه، وشو قال لك بعدين؟ قلت له انت بتتفاهم معي بس ما رح تقدر تتفاهم مع شريكي. هذا هو الحكي. ما تاكل كستنا؟ لا ما باكي لصحة. زازا انتبه على حالك، هذا الزلم كثير خطير. قديش حلوة قطعة الكستنة تبعه لهذا تبع بكر، مشان هيك ما بقى فيها قشرة ابدا. ها، انا ما احب الكستنة اللي بضل فيها قشر، بتعزز النفس. اذا جزم الامر بيروح ابن اختي وبيذبحوا لهذا قرصوي. انت اشتغل على كيفك اخي زازا. انبسطت منه لهذا سلام؟ لك ايه، ماشي حاله هذا المضارب، هيئته ماله قليل، راح يكسب خاله مصاري كتير. ان شاء الله على خير. انبسطت بشوفتك. يلا خاطركم. شو رح تعمل بقرصوي خالي؟ رح ندفع له مصاري. 25 مليون دولار؟ ليش؟ هاي مصاري بالنسبة لك؟ معي أنا الخمسة قروش مصاري، أما مع ميماتي وعبد الحي 25 مليون ما نون مصاري. معي خالي؟ كول جوهر، شغل لي مخك، أحيانا بيوقف وما بيشتغل. إذا هذا الزلم وقف لنا بس شاحنتين منكون خسرنا 30 مليون دولار على القليلة. ثايف خالي، دقيقتين كسبنا 5 مليون على القليلة. كل يتلم لي وثاك، أنا يقبرني ذا ماله. Nereye gidiyorsun arkadaş? Nereye gideyim? Otur şuraya. Bu ne lan bu? Kostüm babacığım. Çok güzel. Senin boynuna çangıldansa yakışır. Şu sarmakon şeyi. La, şu bedo sihir. عابد دبر محل تاني وبكره انتقلوا عليه. المعلم قال ابقوا هون، بس اذا بيقول دبروا محل بكره مندبر. فهمني منيح، رح يجي قرصوي ويداهم البيت، رح يروحوا فيها الجماعة الفاضي، بس نحن ما رح تكون ايدينا مربطة. استدعيت جماعة المخابرات على العدلية وما اجوا. لا تهتمي، بس هوية الرجال معي الا ما يجي مشان ياخدها مني. ليلى، هدول معهم الف هوية وهوية. شلون يعني؟ الواحد بيكون معه هوية واحدة، يعني رح يفرجيني هوية مزورة؟ عزيزتي ليلى، الحادثة صارت وخلصت، فلا تضغطي على الجماعة بهي الطريقة حتى هنن ما يرجعوا يضغطوا علينا.
إذا ما طلع صوته من الجماعة معناته خافوا من ليلى ومن اللي ممكن تعمله. ترك بنتي تعمل اللي بدها اياه يا ابني. طبعاً طبعاً، هدول أصلاً جماعة جبناء كتير، بس يشوفوا قدامهم مرة بيخافوا دغري، ما بقى بيعرفوا شو بدهم يساووا. الجماعة ما بيخافوا من مراد على مدار وبيخافوا من مدعية عامة. أخي حكمة، شو رأيك تبلش تاكل؟ ليك نازل وزنك ويا حرام قالب على ربعك. كل واحد بيعرف شغله. معناتها أنت لا تتدخلي بشغل مراد، لا تشوفي حالك لأنه كم شرطي بيوقفوا قدامك باستعداد. الزلمة عاش حياته مع هدول. أنت ليش ما بتدخل دورة بكالوريا؟ بلكي بتنجح وبتدخل كلية الحقوق، وإذا تخرجت منها ما رح يلاقي مراد محامي أحسن منك. والله حكي مزبوط يا حكمات، أنت واحد أريان كتير، دروس ودخل الكلية. لا أنا قاعد عم بدعمها وأنت عم تتمسخر علي. ماشي أنا صرت مع ليلى، بكرة استدعي الجماعة، وإذا ما إجوا روحي وداهمي مكاتبهم. أساساً هذا اللي بدي أعمله. اعملي أنت، اعملي اعملي يلي بعقلك. تقبل الله بابا عمر. أمين يا بنتي. شو بدنا ناكل؟ عاملة اليوم أكلات بزيت الزيتون. اللي بابا عمر، أنت ما بتفوت صلاة أبدا؟ هلأ الواحد بفوت على حاله لقاءه مع حبيبه لك بنتي. ليش مو ماما نازك هي حبيبة قلبك يا بابا؟ نازك هي هدية من الحبيب. بابا حلو شرحك للصلاة بهاي الطريقة. أنا عم روح يوم الجمعة مشان أشوف الحبيب، بس ما حسيت حالي إني معه. إن شاء الله بصير تحس يا ابني. إن شاء الله. الصلاة فيها متعة، مثل ما بنتي بتستمتع بمهنتها اللي عم تشتغل فيها، ومثل ما ابني بيعشق مهنته اللي عم يشتغل فيها. أنا عندي الصلاة متعتي، مثل ما الإنسان بيحضر حاله للموعد مع حبيبه وبيعتني بحاله، أنا بحضر حالي كمان. بنفعل كتير، بلبس أحلى تياب عندي، بنظف حالي وبوقف بحضرته، وأهم خصوصية بتميز علاقتنا مع هذا الحبيب يلي بيقدر يعرف شو في بالقلوب وبالنوايا، إنه نكون مخلصين لكل مواعيدنا معه ونكون صادقين بحبنا إله، نذكر اسمه بكل لحظة ومنذكره بكل محل. لما بتخطي خطوة ناحيته بيخطي ناحيتك 10 خطوات. بابا عمار الحقيقة لولا قصة الوضوء الصلاة ما في شيء، بصلي 5 أوقات وعشر أوقات كمان. ابني مراد، لولا الأعداء يلي بوشك كانت إدارة البلد إدارة سهلة، ما هيك؟ ايه والله يا بابا. ولو التزموا الناس كلهم بالقانون قديش سهل. يا ريت. وقتها شو رح يكون معنى خلق الإنسان؟ شو هدف حياته؟ إذا ما كافح الإنسان، إذا ما تعذب ليلتقي بحبيبته، شو معنى ينحب وشو معنى يحب؟ الحب إنه يعطي. شغلتك بسيطة كتير يا حكمت، بتتعود على المي وبتخلص من هالشغلة. بس لقلك ياها من هلأ، قد ما ضليت عم تهرب من المي ما بيدفنونا بدون ما يصبوا علينا المي آخر مرة ويغسلونا من الوسخ. ما في مهرب. خالي، يعني عم قول بعد ما ندفع المصاري خلينا نركب على كتاف عزت ونطلعهم منه، مو هو سبب هاي المشكلة؟ جوهر، شو راح تركب على جحش خالتك؟ شو بدك تركب؟ بينه وبين عزة شراكة قوية، لا تحاول تخربها شو ما صار. رح قلك ياها من الآخر، نحن لازم نفرغ تعصيبنا من هاي الشغلة بشي محل. إذا بيسمعوا الشارع إنه الخال زازا دفع عتاوي 25 مليون، حتى بياع الكستنة رح يطلب منا مصاري. هذا تبع بكر؟ عم بضرب مثال خالي، وقال له الولد بيحترمك كتير. يعني أنت بدك يعني
إلا ما فضي نرفزتي هلأ بتبع بكر وخلي عبرة لمن اعتبر. هلأ شو ذنب الشاب يا خالي؟ استنى لكان لندفع المصاري وببلش ببياع الكستنة وبطلع شوي شوي لفوق. 20 مليون. نجدت افتح الشنتاية وخذ كم رزمة وحطن بجيبك، أكيد ما رح يعدوهم. طمن خالي، أصلا أخذت منهم. شايف كيف جوهر؟ على أكل الكستنة صار عقله يشتغل مثل النار، صار يعمل 200 بالتنكة. لك سوق بسرعة قبل ما تفضل شنتاية من المصاري. كبير سلام عليكم. تفضل سيد شرف. شكرا جوهر. ماشي، سمعت انك قايل للجماعة انه صارت مشكلة بسببي. تعرفني انا ما بحب المشاكل، بما انه صار في مضايقات أنا ما بحب يلي بعزن إنه يتضايقوا من ورا مشاكلي. هاي جبتن. أنت قلت 25 مليون، بس كل شنتاي نقصت 2.5 مليون. مو مشكلة، بالهنا إن شاء الله. شلون من كان رح نشتغل معك ومناخد الخمسة الباقيين. إن شاء الله إن شاء الله. هدول بقى بعتوهم اصحابك ولا انت جبتهم لانه اصحابك راسهم وجعون؟ ما تواخذني، بس انا اصحابي جماعة ما بيردوا على حدا وما بيدفعوا مصاري لحدا، مستحيل يدفعوا لحدا. بس الواحد بيفكر وبيقول مو منيح انه الناس يتأذوا بسبب غلطة اصحابهم. شو الحكمة؟ يعني مثلا اذا لا سمح الله صار عليك شيء، يعني صار عليك شيء لا سمح الله، ها؟ بسبب غلطة مني مو منيحة أبدا. بالنتيجة عنا هاي هي التجارة، ما هيك؟ فكرت صح يا سيد شرف، غلط أنه يموتوا الناس بسبب شوية مصاري. ايه، ما حيت اسمك من القائمة. قائمة شو؟ وشو هي القائمة؟ عزرائيل عطاني قائمة وقال لي بعت لي هدول بدي اياهم بسرعة، وأنا سجلتهم عندي حسب ما حفظتهم. جوهر! مور خال، خذ الشنات يا ابني. أنا بعز أصحابي كتير وبحبهم، إذا ما بتمحيهم من القائمة ما في هدول. أنت أحسن شي تكتب اسمي براس هديك القائمة تبعك. سلمني كثير السلام على رفيقك عزرائيل. هو بيعرفني منيح، بس لا تقله شرف بيسلم عليك، زازا بيسلم عليك. ها؟ ايه، حتى يعرف مين بالضبط ما يخربط.